مساء الخير النهارده هقدم لكم وصفه تشيز كيك بطعم المكة بجد من الاخر تظبط المزاج وهنعملها كميات صغيره كاسات مش هنعمل كميه كبيره والمفاجاه بقى مناسبه لكل انواع الدايت والكيتو دايت والمرضى السكري والمرضى حساسيه الجلوتين طريقه تحضيرها سهله مكوناتها بسيطه يلا بينا نشوف طريقه العمل انا هعمل الوصفه دي من غير فرن من غير بوتاجاز اصلا هنعملها على البارد كده المكونات معايا بسيطة جدا هقول دلوقتي المكونات واحنا شغالين هقول بدائل المكونات هنحتاج في الوصفة ربع كوب بالأكواب العيارية من الفول السوداني متحمص بس مش متملح وكمان معايا في الطبق ده 150 جرام بالظبط من القشطة انا هنا بستعمل قشطة كي دي دي ودي مناسبة للكيتو دايت قشطة حيواني ومعايا أيوة كمان اربع مربعات من الجبنة ومعايا قطعة واحدة من الزبدة وزنها عشرة جرام والمكون الأساسي معانا بقى نسكافيه بلاك وكمان مسحوق الكاكاو ده طبعا غير محلى وللتحلية معايا كيسين من سكر استيفيا وطبعا السكر حسب الرغبة والمكون بقى اللي هيمسك لنا القوام هو الجيلاتين ده جيلاتين بيور من غير سكر ومن غير نكهة والجيلاتين هنا فايدته علشان يمسك لنا القوام ولو مش عايزين جيلاتين ممكن ما تحطوش خالص حطوا الحاجات على بعضها تدينا برضو نفس النتيجة ونفس الطعم لكن الاختلاف بس هيكون في القوام ان هو مش هيكون متماسك كده زي الفيديو ، يلا انا قلت بقى المكونات يلا نبدأ بالطريقه ونقول كمان بدائل المكونات واحنا شغالين ، اول حاجه لازم نجهز الجيلاتين علشان ياخد وقت كده ويبرد على ما نعمل باقي الخطوات ، هنجيب دلوقتي طبق صغير ونحط بمعيار معلقه الشاي معلقتين صغيرين من الجيلاتين او بمعيار المعلقه الكبيره معلقه واحده ، هنحطها دلوقتي في طبق وعلشان ندوب الجيلاتين كويس لازم نستعمل ميه سخنه ، هنحط دلوقتي على المعلقتين دول نص كوبايه من الميه المغليه وهنقلب كده لغايه لما الجيلاتين يدوب كويس هو في الاول هيكلكع حاجه بسيطه كده لكن مع التقليب المستمر هيدوب خالص بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي ، بيكون معانا بالشكل ده خلاص كده الجيلاتين داب كويس اوي لازم ندوبه كويس اوي قبل ما نكمل باقي الخطوات التانية ، دلوقتي بقى هضيف على الجيلاتين ده هنحط دلوقتي نسكافيه هنحط دلوقتي بمعيار معلقه الشاي معلقتين صغيرين من النسكافيه انا هنا بستعمل نسكافيه كلاسيك اللي هو العادي خالص ده هنحط منه بمعيار معلقه الشاي معلقتين صغيرين وهنضيف كمان دلوقتي الكاكاو هنحط برده بمعيار معلقه الشاي معلقه صغيره وهنضيف كمان دلوقتي السكر أنا هحط كيسين من سكر استيفيا والسكر يا جماعة حسب الرغبة زودوا أو تقللوا زي ما انتوا عايزين الكمية فأنا هضيف دلوقتي السكر أهم حاجة إن احنا نحط الحاجات دي والمية لسه سخنة علشان الكاكاو يدوب معانا كويس هضيف بقى كمان دلوقتي كيسين من سكر استيفيا ونقلب بقى دلوقتي كده بالمعلقة لغاية لما الكاكاو يدوب معانا كويس بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي بيكون معانا بالشكل ده هنسيبه بقى دلوقتي على جنب ويلا نكمل باقي الخطوات ، هنجيب دلوقتي الفول السوداني وأنا تعمدت استعمال الفول السوداني علشان يبقى متاح للكل ، معايا هنا ربع كوب بالأكواب العيرية من الفول السوداني متحمص بس مش متملح ، هنحطه دلوقتي في الكبة ونطحنه يبقى عامل معانا زي الباودر والبديل بتاعه بالنسبة للكيتو استعملوا اللوز وبالنسبة للدايت العادي ممكن يستعملوا أي بسكوت لايت اللي هو الديجستيف أو تعملوا الوصفة بالفول السوداني سواء للكيتو أو للدايت العادي بعد ما طحنت الفول كويس بالشكل ده هنجيب بقى دلوقتي مكعب الزبده الصغير ده وهنحطه في الميكرويف علشان يسيح معانا كده وبعد كده هنحط دلوقتي الفول السوداني ونقلبهم مع بعض لغايه لما يختلطوا كويس بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي خلاص كده الفول السوداني جاهز معانا ان احنا نحطه بقى في القاع بتاع الكاسات انا هجيب دلوقتي كاسات صغيره على فكره دي حجمها صغير مش كبير وهنحط بقى دلوقتي نوزع كده الفول السوداني نوزعه بالتساوي كده في الكاسات وهبدا دلوقتي ان انا اضغط عليه كده بالمعلقه واطلعه على الحرف من فوق بالشكل ده زي ما بعمل كده بالظبط اهم حاجه بس ان احنا نضغط عليه قوي كده علشان يفضل ثابت حتى بعد ما نحط الحشوه التانية او الطبقه الثانيه اللي هي طبقه التشيز كيك انا عملت معاكم الكاسه الاولى وعملت الثانيه بنفس الطريقه كده هنسيبهم بقى دلوقتي على جنب وهنجيب دلوقتي الطبق اللي احنا حطينا فيه ايه بقى ، حطينا فيه الجيلاتين والنسكافيه والكاكاو وكمان السكر الدايت ، وهنحط عليهم بقى دلوقتي القشطه ، بديل القشطه ايه يا موني ؟ بديل القشطه بالنسبة للكيتو زبادي يوناني ، بالنسبة للدايت العادي ان احنا نستعمل ايه ؟ ان احنا نستعمل اه زبادي لايت تمام اه ، لو مفيش زبادي سواء بالنسبة للكيتو او للدايت العادي استعملوا الوصفة كلها بالجبنة بس زودوا كمية شوية دلوقتي بعد ما حطيت القشطة هنضيف اربع مربعات من الجبنة السؤال اللي بعده ايه بديل الجبنة يا موني للكيتو دايت ممكن تعملوا الوصفة كلها بالزبادي او بالقشطة بالنسبة للدايت العادي ممكن تستعملوا اي نوع جبنة تاني غير الجبنة المربعات مفيش اي مشكلة اي نوع جبنة كريمي وبرضو حتى الكيتو ممكن يستعملوا جبنة كريمي تكون مناسبة للدايت زي فلاديفيا دلوقتي بقى بعد ما حطينا القشطة والجبنة هنقلب دلوقتي كده بالمضرب اليدوي هي تبقى صعبة شوية كده في الاول علشان النوع الجبنة ده بيضايق شوية كده في الخلط فانا فضلت اقلب كده بالمضرب اليدوي وهرس كده الجبنة لغاية لما بقى معانا بالشكل ده خلاص كده كويس قوي من الافضل يا جماعة من الاول حطوه في الخلاط او في الكبة هيبقى معاكو زي الفل بس انا بصراحة كسلت يلا مع دلوقتي بعد ما خلطتهم كويس بالشكل ده هنجيب بقى دلوقتي الكاسات وهنحط بقى الخليط كده فوق الكاسات هنبدا بقى دلوقتي نوزعها بالشكل ده هتلاحظوا ان في قطع من الجبنه ما تهرستش كويس بالنسبه لي عادي ما فيش اي مشكله لو هتتضايقوا من قطع الجبنه البسيطه دي زي ما بقول لكم من الاول كده حطوها في الخلاطة هتتهرس كويس قوي ودلوقتي بعد ما عبينا الكاسات بالشكل ده اتبقى كده حوالي معلقتين من التشيز كيك نفسها بصراحه يا جماعه طعمه تحفه 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 الوصفه دي هتعجبكم جدا ايه خلاص كده بقى هناخد دلوقتي الكاسات دي وندخلها التلاجة حوالي اربع ساعات كده او لغاية لما تتماسك معانا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي وده شكل كاسات لتشيس كيك بعد ما طلعت من التلاجة انا سبتها حوالي اربع ساعات كده لغاية لما مسكت معانا بالشكل ده دلوقتي بقى يلا بينا نزين التشيز كيك زينوها زي ما انتوا عايزين أو قدموها سادة، أنا هحط بس على الوش كده شوية من الكاكاو وبتكون معانا بالشكل الجميل ده ودلوقتي بقى يلا بينا ندوقها علشان نشوف القوام بتاعها عامل معانا ازاي شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ويفتح النفس وطعمها أكتر من روعة ودلوقتي بقى أنا هدوقها علشان تشوفوا القوام بتاعها طبعا متماسك جدا بسبب الجيلاتين وكمان الطبقة بتاعة الفول السوداني متماسكة جدا جدا وأهم حاجة جماعة الطعم طعمها رهيب طعمها لذيذ قوي الوصفة دي أنا متأكدة أن أنت هتعملوها كتير جدا جربوها لي في التعليقات رأيكم فيها إيه وكده قدمت ليكو أحلى وأجمل كاسات تشيز كيك بطعم المكّة مناسبة لكل أنواع الدايت والكيتو دايت وكمان مناسبة لمرضى حساسية الجلوتين من غير اي نوع من انواع النشويات وطعمها لذيذ جدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوه وبالف هنا وعافيه